السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا، اللهم أنزل هدايتك علينا جميعا يا رب، اللهم أنزل هدايتك علينا جميعا الليلة يا رب، اللهم اقبلنا يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ده إيه يا جماعة؟ ده البرطمان ده فيه إيه؟ البرطمان ده فيه عسل، ده برطمان عسل يا جماعة. طيب لو أنا جيت لواحد عمره ما داق العسل ولا يعرف العسل، وقعدت أوصف له درس كامل ساعة في معنى العسل، أقول له العسل ده حاجة مسكرة، العسل ده حاجة لزجة، وهو ما داقش العسل قبل كده، لا يمكن هيفهم أنا بقول إيه غير لما يدوق العسل. يبقى إذا في حاجات ما ينفعش إنها تتوصف، لازم تتعاش عشان يتحس بيها. يبقى اللي عايز يحس بمعنى العسل لازم يدوق العسل، ده هو الطريق لربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يعرف متعة الطريق لربنا، اللي عايز يعرف جمال الطريق لربنا، اللي عايز يعرف سعادة الطريق لربنا، لازم يعيش الطريق لربنا عشان يعيش المشاعر المهولة اللي ما تتوصفش. يا جماعة احنا هنحاول نتكلم مع بعض الليلة، هنحاول نفتح قلوبنا لبعض، هنحاول نوصل حاجات ما بتوصلش بالوصف، هي بتوصل ان الواحد يعيشها، بس اللي عاشها هو اكتر واحدة يفهمها. هنحاول، وانا بقول دوق طعم السعادة، فكرت نتكلم عن ايه؟ دوق طعم السعادة ولا دوق طعم المتعة اللي انت هتشوفها لو مشيت في طريق ربنا، ولا دوق طعم الامان اللي ما فيش زيه في الطريق ده، ولا دوق طعم الامل، ولا دوق طعم الفرح، ولا دوق طعم اعظم فرحة واعظم سعادة في الوجود، ولا دوق طعم النجاح، دوق طعم ايه؟ في الف حاجة وحاجة هتدوق طعمها لما تمشي في الطريق لله سبحانه وتعالى، الطريق اللي ملوش بديل. يا اخواننا احنا لو جبنا شاب صغير وقعدنا قدام جهاز بلاي ستيشن، لعبة جديدة جامدة طاح، او اكس بوكس او اي حاجة، شوف منظر وشه هو بيلعب، شوف لما ده طعم لعبة اندمج ازاي. امال اللي يدوق طعم جوار الملك مش طعم حاجة من حاجات الدنيا يبقى شكلها ايه؟ للأسف الشديد يا شباب، للأسف الشديد 4000 واحد بينتحروا كل يوم على وجه الارض، للأسف الشديد 4000 واحد وواحدة يوميا بينتحروا على وجه الارض. يا ترى بينتحروا ليه؟ هما ما كانش نفسهم يعيشوا سعداء؟ ده هما ممكن من اكتر ناس كان نفسهم يعيشوا سعداء، امال في الاخر يئسوا ليه؟ في الاخر احبطوا ليه؟ في الاخر الاكتئاب وصلهم لدرجة انهم يقتلوا نفسهم بنفسهم ليه؟ 4000 واحد. يا احد اخواننا يعني سبحان الله، يعني من اسبوعين كده ولا حاجة قليلة في المستشفى دخل حالتين، اتنين شباب، الاتنين شاربين مخدرات، واحد واخدها حقن وواحد واخدها شم، الاتنين دخلوا في اوفر دوز جرعة زايدة، الاتنين حصل لهم توقف في عضلة القلب ووقف نبض القلب، الاتنين دخلوا على اوضة الافاءة في نفس المستشفى، ونفس الدكاترة حاولوا بكل امكانياتهم انهم ينعشوا عضلة القلب بتاع الداء وبتاع الداء، والا هيموتوا في لحظات. بعد مجهود عنيف مع الاولاني مات، القلب ما استجابش، ما اشتغلش تاني. التاني بعد مجهود عنيف معاه، واللي يشوف منظر عيان قلبه وقف في اوضة الافاقة يعرف المجهود القاتل اللي بيتمثل معاه. التاني اخيرا القلب استجاب ونطق، وعلى الفجر كان بدأ يقدر يتكلم. صاحبي وقف جنبه قال له انت عارف السرير اللي جنبك ده كان نايم عليه واحد زيك جرعة مخدرات زايدة؟ الشاب بص له وبرق بعينيه قال له حصل له ايه؟ قال له مات، مات. انتوا الاثنين دخلتم في نفس المشكله، مخدرات جرعه زايده، انتوا الاثنين نبض قلبكم وقف، انتوا الاثنين دخلتوا نفس المستشفى، انتوا الاثنين دخلتوا نفس اوضه الافاقه على ايد نفس الدكاتره، وهو ربنا اخذ روحه وانت ربنا اداك فرصه تانية. يعني يا جماعه ايه وعبره، احنا لحد دلوقتي ربنا مدينا فرصه، احنا لحد دلوقتي ربنا مدينا عمر، يا ترى هنعمل بيها ايه؟ يا ترى هنعمل ايه؟ عايزين ندوق طعم السعاده. اول كلمه عايز اتكلم معاك فيها في الطريق لربنا، واول كلمة عايز اتكلم معك فيها دوقي طعم العيشة، دوق طعم العيشة. واحد يقول لك الواد عايشها، البنت دي عايشاها، ربنا بيقول
اما من ثقلت موازينه فهو في عيشة، فهو في عيشة راضية، العيشة الحقيقية مع ربنا سبحانه وتعالى. تعالى شاولي بايديك على اي معصية في الدنيا، شاولي بايديك على اي شاب في الدنيا. كلنا بنحلم يا جماعة، جهات اي بنت في ثانوية وقول لها حلمك ايه، تقولك اول يوم هدخل في الجامعة هلبس ايه، تسريحة شعري هتبقى ايه، الستايل والموديل بتاع كل حاجة لبسها هيبقى ايه. هات اي بنت في جامعة بتحلمي بايه، بحلم بيوم زفافي هيبقى في فندق ايه، هجيب انهي مغني. هات اي واحدة اتخرجت مادموزيل اسألها نفسك في ايه، نفسي اتجوز طيار واركب عربية بكار وكل حاجة اخرها ار. هات اي دكتور نفسك في ايه، نفسي في 5 عين ملهمش ده سادس، عربية وعمارة وعروسة وعزبة وعيادة، مش عايز حاجة من الدنيا غير كده، ربنا يديني ده وانا راضي وخلاص. هات اي شاب نفسك في ايه، نفسي لستة المحمول بتاعتي تبقى كلها ارقام بنات، ابقى قاعد محتار مش عارف اكلم مين واسيب مين، واحدة على الموبايل وواحدة على الويتنج وواحدة بعت رسالة. هات احلام الدنيا كلها يا جماعة وشوف النهاية وصلوا لايه، شوف النهاية وصلوا لايه. انت لما بتيجي تدخل كلية او تدخل مهنة، اول حاجة بتعملها بتشوف اللي جاب اخر الكلية دي، بتشوف اخر اللي جاب المهنة دي وبتسأله، طب اشمعنى في اخطر موضوع يتعلق بمصيرك، اشمعنى في اخطر موضوع يتعلق بمصيرك ما بتسألش؟ تعالوا يا جماعة، تعالوا نشوف اخر اللي جاب اخر كل معصية من المعاصي، تعالوا نشوف اللي جاب اخر المخدرات بعد ما كان في الجامعة واد تنين وروش طحن اخر حاجة، وواد كول وواد ما حصلش بعد ما كان حاجة الكل بيبصله، وكان كله بيبصله على انه ستار كبير. تعالوا شوفوا الوقت تقابله في الشارع وتقابل واحد صاحبك في الشارع عشان المخدرات، تلاقيه واقف بيرتعش وبيشحت من الناس الجنيه وبيقولك ابوس ايدك ادعيلي، ابوس ايدك ما تتخلاش عني. حياته اتدمرت، دخل مصحة مرتين ثلاثة وفشل ورجع يشرب مخدرات تاني، حياته اتدمرت وحياة مراته اتدمرت وحياة امه وابوه اتدمرت وحياة كل اللي بيحبوه اتدمرت بسببه. هات اخر الطريق، ما تبصش لاوله، هات اخر طريق. شاب في الجامعة روش مفيش زيه، بيطلع رحلات وبيلبس اخر حاجة في المدينة، هات الطريق بتاعه وكل الناس فرحانة حواليه وكل الناس ملمومة حواليه، بيحسب ان هو نجم النجوم وبالمعتاد طبعا النوايا دي بتسقط. هاته بعد كذا سنة بعد ما صاحبه ده اتخرج وفتح شركة، وصاحبه ده اتخرج وبقى كذا، وصاحبه ده اتخرج وبقى كذا، هاته والايام عدت عليه واكتشف ان هو كان مجرد محطة في حياة اللي حواليه، محطة زي واحد نزل على كافيتيريا في الطريق السريع شرب حاجة ساقعة وكمل، محطة ولقى نفسه لوحده في الاخر واكتشف ان هو كان لا شيء. هاتي قصة اي بنت جابت طريق الكلام مع الشباب لاخره، دخلت الجامعة وهي حلفة بالله لا تقوم لا تلم امة لا اله الا الله عليها، دخلت الجامعة وهي حلفة ان اي شاب هيطلب رقمها او يبعت لها على الخاص ان هي هتقوله بس لو ما كنتش تحلف، دخلت وهي عايزة اتكلم ده وده وده وده، وفي النهاية مرت السنين وده خطب وده كتب كتابه ودي اتجوزت ودي كتب كتابها وده الدخلة بتاعته كانت الخميس اللي فات، ومرت السنين ولقت نفسها الوحيدة ولقت نفسها مفيش حد حواليها، ولقت نفسها كبرت ومرت بها الايام واكتشفت انها كانت محطة، اكتشفت انها كانت عاملة زي موديل فاترينة الناس اتفرجت عليها وبعد كده سابتها ومشت لوحدها مفيش حد جنبها. انت عايزة تبقى دي، انت عايز تبقى ده، هات قصة اي شاب دخل دور الغنى انا صوتي جميل وينزل الجامعة بالجيتار واصحابه ملمومين حواليه ويقولوا له انت عبد الحليم حافظ العصر القادم وكله ينافق فيه، هاته بعد ما بقى نجم، بعد ما تعمل له كليبات، بعد ما نزل له البومات، هاته واساله انت سعيد انت مبسوط، هيقول لك انا كل اللي حواليا انفاق في انفاق، ده مصاحبني عشان الشهرة وده مصاحبني عشان الفلوس وده مصاحبني عشان يطلع على كتافي، انا حاسس ان انا كنت محطة في حياة كل اللي حواليا. انت عايز تبقى ده، انت عايزة تبقى ده، اسأل نفسك اسأل نفسك. تعالى شاوريلي على اي معصية انت عايزاني اشاورلك عليها، شاورلي على اي معصية وانا اكلمك فيها، شاورلي على الشاب بتاع العادة السرية. كم واحد كان فاكر ان السعادة في العادة السرية، الوقت يقولك انا بعمل العادة السرية كل ليلة قبل ما انام عشان اتهد وانام انا ما عدتش حاسس بلذة، شاورلي على الشاب بتاع الزنا، كم شاب كان فاكر ان الزنا هو سبب السعادة. تخيل تخيل، اوعى تفتكر ان الشاب اللي واقف في وسط الجامعة او في وسط النادي وملفوف حواليه 20-30 واحد مبهورين بيه والبنطلون بتاعه
متسقط وبيكلم نفس الكلام بتاعه انجليزي وبيكلم دي وبيكلم دي ووقع في الزنا 50 مرة. اوعى تفتكر ان ده عايز سعيد، شاب من الشباب كان دايس في سكة الزنا، فشاب من تلامذته الصغيرين يعني ركبت معاه بنت في العربية، فطلع لصاحبنا في الشقة بتاعته قال له انا نجحت، تلميذك بقى راجل، تلميذك عرف ان الوقت في واحدة راكبة معاه في العربية. فوجئ بالاجابة بتاعت الشاب اللي فوق، قال له ايه؟ قال له اوعى تدخل الطريق ده، انا ما عدتش بني ادم، انا بقيت مسخ، انا حاسس ان انا حيوان، انا لما بقع في الزنا الوقت اقعد افتكر اي منظر عشان يمكن احس بلذة، وكل حاجة عندي ما عادش فيها اي لذة. اوعى تفتكر، اوعى تفتكر ان ده سعيد او دي سعيدة، كل دول المعصية اتحرقت جواهم، كل دول انت عارف في النهاية، اجيبها لك من الاخر، من الاخر هي المعصية ما فيهاش غير لذة واحدة، عارف لذة ايه؟ لذة لحظة المعصية، كل اللي بعد كده كآبة وخنقة. بس خد بالك ان لذة لحظة المعصية دي في الاول بس، انتوا عارفين يا شباب، انتوا عارفين يا بنات، انتوا عارفين ان حتى لذة لحظة المعصية دي في اول مرتين تلاتة الشاب اللي واقف في العادة السرية، هي اول مرة مرتين تلاتة، بعد كده بقى بيقرف من نفسه، بعد كده بقى بيطقش نفسه، بعد كده الهدة اللي بتحصل في جسمه ونفسيته بعدها بقى ما بيطقش نفسه عشانها. انت فاكر الشاب اللي بيشرب سجاير سواء ملغم او مش ملغم، انت فاكر ان هو مبسوط؟ ده هي اول سجارة. انا عايز شاب الوقت مدخن يوم واسأله اخر سجارة دخنتها كنت حاسس انك سعيد؟ كنت حاسس انك مبسوط نهائيا؟ امال ايه؟ ده الكلام ده كان زمان، فاول سجارة، تاني سجارة، تالت سجارة، وبعد كده خوفك من سرطان الرئة، احساسك بالكآبة، احساسك انك انت وانت عندك 25 سنة ما تعرفش تجري 20 متر على بعضهم، احساسك خلاص كأبك حطم لك نفسيتك. الموضوع ده عارف انت وصلت نفسك ليه؟ انت وصلت نفسك ان السعادة في حياتك بقت لحظات، كل لحظات السعادة في حياتك بقت تتجمع في نص ساعة، انت وصلت نفسك انك انت الفرح في حياتك بقى لحظات، وكل الباقي هم ونكد. انا عايزك تسأل اي واحد مشي في طريق المعصية للاخر، اسأله على طول، قل له يا اخي بالله عليك انت سعيد؟ بالله عليك انت سعيدة؟ اللي منكم قابل الشباب اللي بيشرب خمر؟ اللي منكم قابل الشباب اللي وقع في الالحاد؟ اللي منكم قاعد مع الشباب اللي وقع في الزنا؟ انا قابلت شباب بيزني في اليوم اكتر من مرة، قابلت شباب بيشرب مخدرات اكتر من مرتين في اليوم، قابلت شباب بيعمل كل المعاصي والكبائر، قابلتهم والله عمري ما شفت حد محطم نفسيا اكتر منهم، عمري ما شفت حد يائس اكتر منهم، خلاص بيوصلوا لدرجة يا التوبة يا الانتحار، عيش ضنك. انا عايزك تسأل، بس انا عايزك تسأل اي واحد مشي في طريق المعصية، يا ترى رأيك في اول واحد عصيت ربنا بسببه ايه؟ اسأل واحد قول له رأيك في اول واحد اداك سجارة ايه؟ هيقولك ربنا يبارك له ده كان سبب سعادتي، ولا هيقولك منه لله، منه لله ده انا قلبي بيدعي عليه. اسأل واحد قول له اول واحد دخلك على موقع اباحي كان رأيك في ايه؟ هيقولك ربنا يحفظه ده انا مش مبسوط غير بسببه، ولا هيقولك انا يائس من حياتي بسببه، منه لله، منه لله ده انا بلعنه، وخد بالك ده لسه في الدنيا، امال في الاخر هيعمل ايه؟ انا عايزك تسأل اي واحد عن اول واحد خلاه يعصي ربنا، عن اول واحدة خلتها تعرف تكلم ده وده وده، عن اول واحد خده في مكان وقعه في الزنا، عن اول واحد شربه جرعة مخدرات، قوله رأيك في ايه؟ بتدعي له ولا بتدعي عليه؟ مبسوط منه ولا لو حط رقبته في ايدك الوقت هتعمل فيه ايه؟ يا اخوانا انا الوقتي بتعرف انا بعمل معاك ايه؟ انا بخرجك جوه دماغك وبخليك تبص على نفسك من بره. انا لحد دلوقتي ما كلمتكش في جنة ورا نار، انا لحد دلوقتي ما جبت سيرة القبر ولا سيرة يوم القيامة، انا لحد دلوقتي ما كلمتكش في اي حاجة غير في دنيتك. انت سعيد؟ انت راضي؟ انت مبسوطة؟ انت سعيدة؟ انت مستعدية تكملي كده؟ انت راضية باللي انت فيه دلوقتي؟ انا لحد دلوقتي بكلمك في دنيتك بس ما خرجتش براها. انت عارف انا بعمل معاك ايه دلوقتي؟ انا بفكر معاك بصوت عالي، انا بساعدك ان انت تخرج من بره الواقع اللي انت ما انتش عارف تشوف نفسك فيه، وتبص على نفسك من بره وتسأل نفسك انت سعيد؟ انت راضي؟ طب انت مستعد تكمل كده؟
طب انت جاهز تقابل ربنا كده؟ انا عايزك تشوف الناحية التانية، الناحية التانية في الدنيا برضو. لحد الوقت ما كلمتكش عن الـ عن الـ عن الاخرة خالص، الناحية التانية في الدنيا. انا عايزك تفكر احساس واحد، لو انا جبت واحد عمره ما شاف اللون البرتقاني وقعدت اكلمه عن اللون البرتقاني ده شكله، ده لو جبت الاحمر على الاصفر هيبقى هو لا عارف احمر ولا عارف اصفر ولا يعرف يشوف. دي حاجات يا جماعة ما ينفعش انها تتوصف. اهو بالظبط كده، انت عارف يعني ايه احساس انسان مسنود، انسان معاه ربنا، انسان ربنا مش هيسيبه، انسان. وانا برد على خط الواتس من يومين، خط الواتس بتاع افتح لي قلبك، كنت برد على مشكله خاصه لواحده معينه وصلت يعني ايه ان هي في ازمه من الازمات، فلقيتها عملت عبادات وطاعات، لقيت نفسي وانا برد لها بقول لها وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسالك كل اللي انت عملتيه عشانه، ربنا معاكي، ربنا مش هيسيبك. اللي ساقني ليك الوقت اكلمك يقينا بيرتب لك الوقت فرج من عنده اعظم مما تتخيلي. انت مش عارفه ربنا بيرتب لك الوقت ايه، انت مش عارفه ربنا هيعمل عشانك ايه. مفيش مره تعطي فيها وهتروح عليكي في الدنيا قبل الاخره. احساس يا جماعه، بيجيب منين الاحساس ده؟ انت عارف لما يكون ابن لواء او ابن ضابط كبير قوي 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 او ابن واحد وزير كبير قوي في الدوله وتلاقيه ماشي على الشارع الرئيسي مخالف، وتلاقيه شايل النمر وحاطط مكانها نسر، وتبص كده نهار ابيض لو العربيه دي خبطت واحد عيونه من اللي خبطها النسر يجيبوه منين، وتلاقيه مش همه وتلاقيه مفيم العربيه. ليه؟ حاسس انه مسنود، حاسس انه ما فيش خايف من اي حاجه، حاسس انه ما هوش خايف من حد. تخيل بقى ما يكون الاحساس ده معاك بسبب صلتك بربنا، احساس انك مسنود، احساس انك معاك حد يقدر يعمل اي حاجة ويقدر يتدخل بقوته في اي مشكلة ويقدر يحللك اي حاجة. احساس انك مسنود. يعني اخت من اخواتنا صاحبة الزوج، صاحبة زوجتي يعني كانت بتشتغل مهنة بتكسب منها مال حرام، وبعد يعني كده يعني سألت وتابت الى الله سبحانه وتعالى. بعد ما تابت الى الله فبعتت لي قالت انا الوقت معايا مبلغ يعمل طفل انابيب، انا بقالي 5 سنين ما انجبتش، يعمل طفل انابيب يا سفر اعمل عمره اعمل ايه؟ قلت لها لو عايزه تعملي طفل انابيب قدامك، انما لو انا مكانك مش هتردد في العمره طبعا، اروح عند الملتزم واقول يا رب يا رب. راحت عملت عمره، رجعت حملت بعدها على طول. احساس انك مسنود، احساس انك ما انتش خايف من حاجه. احد اخواننا، احد اصحابي وحبايبي اتخرج دور على شغل، ما فيش حد رضا يشغله، ما فيش حد رضا يعبره، كله يقول لك احلق دقنك عشان نرضى ان احنا نشغلك عندنا. ما رضاش يفرط في شعراية واحده من وسام السنه اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بيه، وقعد يلف ويقس. فجاه لقى اكبر شركه ما حدش مهندس كبير يحلم انه يشتغل فيها، بعتاله يشتغل فيها. بعتاله يشتغل فيها ايه؟ بعتاله يشتغل مدرب. يا نهار ابيض، مدرب مين؟ هي الناس دي ما عندهاش الـ الـ القائمة الانتظار بتاعتها اللي باكبر مهندسين محترفين ولا ايه؟ انا اشتغل في الشركة دي مدرب؟ ما هوش فاهم في ايه ده لغز ده ولا ايه. راح اكتشف ان كان في واحد مدرب قبله مشهور محترف عمل مشكلة، الموضوع وصل للجهات المسؤولة، هيجيبوا تفتيش تاني يوم، عايزين اي واحد باي طريقة بس يخلصوا من الموقف اللي هم فيه. يعني جايبين واحد يقضوا به يومين وخلاص. صاحبي راح موضوع متفصل له، دخل يدرب الناس، الناس انبهرت بيه، افتكر ان هو امكانياته السبب، قالوا له ده احنا شفناك من اول ما شفناك، من قبل ما تتكلم واحنا حبناك. قال لا، رسالة من ربنا ان مش انت، ده انا، ده ربنا اللي ملأ قلبهم بحبك. الكل رفع عنه تقارير كفاءة، الشركة قالت له نمضي عقد مع بعض، ما هوش مصدق. انا انت عارف يعني انك انت مسنود؟ انت عارف يعني ان ربنا يعمل لك اللي لا يمكن حد يتخيله ولا حد يصدق ان هو يتعمل؟ انك انت مسنود في حياتك، ان انت معاك ربنا، ان انت معاك اللي بيرتب لك وبيدبر لك. دوق طعم العيشة، دوق يا ابني طعم العيشة، دوق طعم انك تعيش عيشة صح مع ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة، دوق طعم النجاح. دوق طعم ايه؟ النجاح. انت يا عم لا بص بقى هتقول لي العيشة، ايوه يا عم باشا انا عارف
والاربع تلاف اللي بيموتوا من الانتحار كل يوم انا حاسس ان انا ممكن ابقى واحد منهم وانا ابقى واحدة منهم. انما ان انت تقول لي دوق طعم النجاح، لا بقى ما توسحهاش عليا قوي. نجاح مين يا عم؟ ده نص الناس خايفة تلتزم عشان ما يفشلوش. تقوم تقول لي التزم عشان تدوق طعم النجاح؟ والله عشان تدوق طعم النجاح. واحد من الشباب اللي قاعد معانا دلوقتي قال لي انا سقطت 13 ترم قبل ما التزم، 13 ترم قبل ما التزم، ما نجحتش غير لما التزمت. يعني ايه؟ انا عايز اقول لك، انا فاكر اول ما التزمت واحد صاحبي جالي، كنت انا لسه في سنه اولى ايامها، واحد صاحبي جالي فالواد عن الالتزام، فبقول له اعمل ايه في المذاكره؟ قال لي ده كان العالم من ايام السلف كان لما الطالب بتاعه يجي ينام بالليل يكب على راسه ميه ساقعه عشان يخليه يسهر يطبق طول الليل مذاكره. نزل صاحبي من هنا وانا حسيت ان انا وداني هتطلع دخان من كتر الحماس اللي انا فيه. اول مره في حياتي احس ان انا ما عدتش انام من كتر الطاقه اللي الدين اداها لي جوايا. دوق طعم النجاح. انتوا فاكرين يا جماعه ان اهل الدنيا ناجحين؟ انا عايز اسالك سؤال يعني بسيط قوي، هتبقى ايه؟ وقف اي واحد ماشي في الشارع، انت بتعمل ايه؟ انا بذاكر ورايح من درس وجاي من درس. ليه؟ عشان ادخل الجامعه. طب وبعدين؟ وبعدين اتخرج من الجامعه طبعا. طب وبعدين؟ وبعدين اشتغل في شركه كبيره واكسر الدنيا. وبعدين؟ وبعدين اتجوز. قال لها امال ايه يعني، ما انا بشتغل عشان اتجوز. وبعدين؟ وبعدين بعد ما اتجوز، بعد ما اتجوز اعمل ايه يا جماعه؟ هخلف عيالي ان شاء الله. وبعدين اولادي هدخلهم انترناشونال سكولز مش اي حاجه. وبعدين؟ وبعدين على ما عيالي يكبروا اكون انا عملت شركه كبيره. وبعدين؟ وبعدين اسكن في فيلا او شقتين تمليك وافتحهم على بعض بسلم داخلي كانه فيلا، واجيب لكل عيال عربيه واولاده يشيلوا الشركه لما اكبر. وبعدين هتموت. وبعدين هتموت، بعد كل ده تموت، هتبقى ايه؟ هتبقى اشهر لاعب في مصر، هتبقى اشهر مغني في مصر، هتبقى اشهر ممثل في مصر، هتبقى اكبر مليونير في البلد. وبعدين هتموت، ونجاحك هيبقى ذكريات، وفلوسك اولادك هيورثوها، واليافطة الكبيرة اللي كانت متعلقة على باب الشركة بتاعتك هتنزل وهتتباع لبتاع الروبابيك يا خشب خام. وبعدين؟ وبعدين فكر، وبعدين اسأل نفسك، ده نجاح؟ ده نجاح يا جماعة اللي في النهاية وصل لإيه؟ في النهاية بعد ما اتجوز وخلف، انتوا عارفين احنا عاملين زي واحد معاه ورقة وعايز ياخد الختام، خد ختم الثانوية العامة، بعد كده ختم الجامعة، بعد كده ختم الجواز، بعد كده ختم الخلف، بعد كده ختم ان هو بقى معاه فلوس ومدخرات، بعد كده مات وبقى ده، بعد كده مات وبقى ده، ده شوية تراب جايبينهم من المقابر. بعد ما بقى اشهر لاعب في المنتخب القومي بقى شوية التراب ده هم. بعد ما بقى اشهر مغني الحفلة بتاعته في بورتو مطروح بتكسر الدنيا بقى شوية التراب ده هم. بعد ما اتجوزت اكبر مليونير بقت شوية التراب ده هم. وبعدين؟ وبعدين ده طعم ايه بقى؟ ده نجاح اللي عبد الدنيا ورمى دينه عشانها وفي الاخر بقى شوية تراب. شوية تراب. تراب. دول كانوا بني ادم يا جماعة، او كذا بني ادم، او كل شوية منهم كانوا حتة من بني ادم. كانوا بنت جميلة، كانوا شاب قوي، كانوا مغني حنجرته ذهب، كانوا لعيب كورة السمانة بتاعته يخبط الكورة توصل للعرضة التانية، وبقى شوية تراب لو رشتها عليكم الوقت هتقوموا تجروا من مكانكم. وبعدين ده نجاح. دوق طعم النجاح مع ربنا، دوق طعم النجاح في دين ربنا. من الحاجات المشاريع اللي عجبتنا قوي مشروع احلى شباب اللي عاملينه دكتور محمد الشيخ والشباب اللي معاه، مشروع احلى شباب، المشروع اللي الشعار بتاعهم تدين تفوق تطوع خيري، تدين تفوق، ان لازم نتفوق في الدين ونتفوق في الدنيا، فضل وبنة الله سبحانه وتعالى. يعني من ايام كان بيكلمني اسجل كلمة للصفحة بتاعتهم عدت 50,000، فضل وبنة الله سبحانه وتعالى. حاجة يا اخوانا، مين قال ان الدين مش نجاح؟ مين قال انك مش هتدوق طعم النجاح في الدين؟ دوق طعم النجاح، دوق طعم المتعة. المتعة كلمة سيئة السمعة، متعة، كلمة المتعة دي كلمة وحشة قوي. اول ما يتحط على فيلم اسم المتعة تعرف انه فيلم وحش.
اول ما واحد صاحبك يقول لك تعالى بقى ايه ده انا عندي ليك حاجه متعه، تعرف ان في حاجه مهببه بستين نيله، المتعه. في حد مستمتع يا جماعه؟ فامنوا فمتعناهم. بقرا في المصحف كده وماسك المصحف، والله كاني اول مره اقراها وانا بقرا، فامنوا فمتعناهم. ياه، يعني يا رب المتعه اللي الناس قاعده تدور عليها في المقهى الاباحيه، وقاعده تدور عليها في السينمات، وقاعده تدور عليها في النوادي، المتعه في الايمان. يا رب استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. ايه ده؟ مش ممكن، يقينا انا عيني فيها حاجه. استغفروا يمتعكم، هو المفروض ايه؟ اعصوا يمتعكم. هي التوبه هي اللي فيها المتعه ولا المعصيه اللي فيها المتعه؟ ربنا بيقولك لا، التوبه هي اللي فيها المتعه مش المعصيه. الشباب فاكر، البنات فاكره ان المعصيه هي اللي فيها المتعه، وربنا بيقول له لا، التوبه هي اللي فيها المتعه. انك تتوب لربنا هي دي المتعه الحقيقيه. عشان كده واحد رايح لواحد بيقول له دعني استمتع بشبابي، سيبني استمتع، سيبني اتمتع بشبابي. تخيلوا الكلمه دي مين قالها لمين؟ ممكن شاب عايز يروح يزني قالها لابوه، ممكن بنت عايزه تلبس افظع لبس من غير هدوم وبتقول لامها وهي واقفه بينها وبين الباب وبتقول لها عيب يا بنت، احنا اسره محترمه، اخرك استرتش وبضي، اقل من كده ما عادش ينفع. ممكن يكون مين اللي بيقول لمين سيبنا استمتع بشبابي، سيبنا اتمتع. انتوا عارفين مين اللي بيقول الكلمه دي يا جماعه؟ صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، عبد الله بن عمرو بن العاص. عارفين بيقولها لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ قصده سيبنا صوم كل يوم وقوم الليل كله يا رسول الله كل ليله. هي دي المتعه يا اخوانا، هي دي المتعه. ما انساش شاب من الشباب من اصحابنا كان طالب في كليه الصيدله وكان بيطلع رحلات مع اصحابه، فلما التزم فاصحابه بيطلعوا رحله، بقى رحله يا عم وهيبقى فيها بص يا عم بقى كل اللي انت نفسك فيه وهنعمل وهنسوي. قال لهم بص يا ابني، انت وهو سجده واحده بين ايدين ربنا بمتعه كل الرحلات اللي طلعتها في حياتي. سكتهم. مش ناسي كلمه قالتها بنت لما لبست حجاب امهات المؤمنين، قالت انا حاسه ان انا عروسه، الدنيا كلها بتزفني. دوق طعم المتعه، دوق طعم المتعه، دوق. هو النبي اشمعنى في السجود قال ثبت قلبي على دينك؟ لان اللي داقه في السجود من المتعه ما ينفعش ان ده يروح بعد ما انا عشته. يا جماعه اللي عاش المتعه دي بيخاف عليها. دوق طعم المتعه، دوق طعم ان انت تستمتع. زي احد السلف لما كان بيقول انا لنجد لذه، ايه لذه؟ لذه ده، لذه ديت الكلمه بتاعت الشباب دلوقتي حبيبي، ده هي لذه لحظه المعصيه بس. خلاص العصاه فضحوا المعاصي، العصاه فضحوا الزنا، اللي دخلوا على المواقع الاباحيه فضحوا المواقع الاباحيه. الشباب اللي بقول لهم خايف عليكم الزنا قالوا لي انت بتقول ايه؟ احنا كل حاجه عندنا اتحرقت، ما عادش في حاجه فيها لذه في الدنيا. والتاني بيقول لك انا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. المتعه يا جماعه. يبقى الاربع تلاف اللي بينتحروا كل يوم دول، ويقينا في منكم ناس كتير على الاقل نص اللي قاعدين دلوقتي يعرفوا حد انتحر، صح ولا لا؟ على الاقل نص اللي قاعدين يعرفوا حد ولو من بعيد انتحر. الانتحار عاد منتشر ليه؟ لان الناس عايزة السعادة بس من غير طريق ربنا مفيش. عشان كده النقطة التالتة، دوق طعم الاختلاف. يعني ايه دوق طعم الاختلاف؟ دوق طعم الاختلاف بقى يعني دوق طعم الامل، دوق طعم الامل. انا والله يا اخواني اوعى تفتكر ان انت ما تقدرش تبقى احسن من احسن واحد في الجامعه دلوقتي، اوعى تفتكري انك ما تقدريش تبقي احسن من احسن واحده شفتها في حياتك، اوعى تفتكر كده. انا قعدت اراجع في ذهني ائمه السلف واشوف في شبابهم قبل ما يبقوا ائمه كانوا ايه. افتكرت مالك بن دينار كان ضابط شرطه، ضابط شرطه كان بيشرب مخدرات، بيشرب مسكرات بالتعبير بتاع العصر ده مخدرات.
ولقى بنت جميلة، بنت زي القمر، اتجوزها على طول، ظابط مفيش حد همه بقى، وراجل من جنود الملك وعايش حياته، ده ملك من دينار اللي تلات اربع خطب الجمعة لازم تجيب اسمه كل خطبة من قصص الزهد والعلم بتاعته. ظابط شرطة شم مخدرات بيشرب خمور عايش حياته، بنت زي القمر تنفع زوجة ليا، اتجوزها خلفت له بنت اجمل من امها. شوية مراته مرضت ماتت براته، وفى عاش حياته عشان بنته. شوية بنته مرضت ماتت. احيانا ربنا ممكن يبعت لك رسائل والبني ادم مش عايز يفهمها، وممكن تبقى الرسالة الاولانية شديدة لما ما يفهمهاش الواحد تبقى اللي بعدها اشد منها. ماتت مراته وبعد كده ماتت بنته، وهو مش عايز يفوق ومش عايز يتغير، لحد ما نام مرة شاف الحلم بنته يوم القيامة وفي وحش بيجري وراه ومش عارف يعمل ايه، وبيجري بيستغيث ببنته مفيش حد عارف يعمل له حاجة، ولقى راجل كبير عجوز، ده اللي هو عمله الضعيف اللي مش عارف ينجيه والقيامة، بيقول له روح فين؟ قال له روح من الناحية دي، راح لقى جهنم. طلع يجري تاني لقى بنته بصت له وكلمته كلام زلزل قلبه على انه لازم يفوق قبل ما يموت ويقابل ربنا سبحانه وتعالى. قام من النوم الضابط مالك باشا، قام مالك باشا من النوم اللي كل الناس عامله حسابه اللي كل الناس بتخاف منه، ولكن قام متزلزل، قام قرر انه يتوب لربنا. بس لما دخل صح، بقى امام من ائمة الامة كلها، مالك ابن دينار احسن منك في ايه؟ انت مستني ايه الرسائل اللي تجيلك عشان تفوق؟ الفضال ابن عياض كان حرام يا جماعة، سارق بينط من على سور يسرق، لقى شاب زيكم كده واقف بيقوم الليل وبيبكي قلبه تزلزل، سمع اللي بيقوم الليل بيقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الآن يا رب خلاص يا رب جه الوقت وتاب. افتكر زازان اللي كان بيحدث عن ابن مسعود، زازان ده كان مغني وكان عامل حفلة غنائية، وعبد الله ابن مسعود دخل عليه في الحفلة الغنائية وقال له ما اجمل هذا الصوت. شوف الكلام الجميل، بس لو كان في القرآن ما سابوش غير لما خدوا معاه للجامع. وزازان بقى من العلماء بعدها. مين تاني؟ بشر الحافي ده كان راجل غني جدا، لدرجة ان الفيلا بتاعته اللي ساكن فيها كان بيعمل فيها حفلات، انت عارف اللي بيعمل حفلات ويجيب فرق في الشقة بتاعته. فواحد صالح مخبط على الباب، عشان تعرفي ان زيارة منك لواحدة ممكن تغير حياتها قد ايه، عشان تعرف ان مكالمة منك لواحد ممكن تغير حياته قد ايه. اوعى تظن ان الناس بعيدة عن ربنا، ابعد واحد عن ربنا بكلمة ممكن تتقلب حياته. بشر الحافي راجل الاعمال الغني اللي جايب فرق في الشقة بتاعته وقالب الفيلا بتاعته، يعني حاجة ما حصلت. الراجل خبط، طلعت واحدة من الخدم بتوعه، قال لها سيدك بالداخل؟ قالت له اه. قال لها حر هو ام عبد؟ قالت له حر. قال لها قولي له ان كان حر فليفعل ما شاء، لو هو فعلا حر يعمل اللي هو عايزه. بشر الحافي الخادمة دخلت قالت له فهم الرسالة، طلع يجري حافي ورا ذلك الرجل الصالح، وده كان يوم توبته، عشان كده سمي الحافي، عشان كده سمي بشر الحافي. التغيير سهل يا جماعة، ولكن اللي ما فاقش من الرسائل دول ناس فاقوا من الرسائل اللي جات لهم، انما اللي ما فاقش من الرسائل ده هيعمل ايه؟ شاب في اللي يعني سبحان الله العظيم، شاب عرفه واحد من اخواني بيقول له تعالى ادخل صلي في الجامع، قال له لما ابقى قدك ابقى صلي في الجامع، انا وانت قدي بالتأكيد ما كنتش بتركحها. قبل ما يعدوا 24 ساعة كانت المنطقة بتصلي صلاة الجنازة على الشاب ده، مات قبل ما يعدوا 24 ساعة مات. واحد امه مرضت مرض شديد، قالوا لازم تعمل عملية في محافظة تانية، كان مشغول لدرجة انه معرفش يسافر معاها، سافرت تعمل العملية، وقت العملية بتموت، قالوا له تعالى بسرعة سافر الحق شوف والدتك قبل ما تموت، طار بالعربية طيران عشان يشوفها، وهو على مدخل البلد جاله سكتة قلبية مات، وامه ربنا شفاها وقامت. رايح يرجع بجثة والدته، هي اللي رجعت بجثته، رايح عشان يرجع بيها، هي اللي رجعت بيه. تضمن منين؟ اربعة شباب جايين من الساحل الشمالي، الاربعة وقعوا في الزنا، الاربعة شنب، الاربعة ما ينفعش يصلم الا لما يغتسلوا، العربية اتقلبت، التلاتة ماتوا، وواحد قام، اللي قام ده التزم وبقى من الدعاء الوقتي. هو لازم تلاتة يموتوا عشان واحد يصحى؟
لازم. لما قعدت افكر كده، هو اخوانا الصحابة كان متاتهم شكلها ايه واحنا متاتنا شكلنا ايه؟ الصحابة كانت خواتمهم شكلها ايه واحنا خواتمنا شكلها ايه؟ عمر مات وبيصلي، عثمان مات وبيقرأ قرآن، علي مات وبيصلي، حرام ان ملحان مات وبيتكلم عن ربنا في الدعوة الى الله، سمية ماتت وهي بتدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، مصعب مات وبيدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو ايوب الانصاري مات ومسافر للجهاد في سبيل الله. الوقت الشباب بيموتوا ليه؟ الوقت الشاب بيموت عشان البنت اللي بيحبها قلبته او ابوه وقف ما بينه وبينها، البنت بتموت عشان الولد اللي بتحبه اهلها رفضوه، بتنتحر بتقتل نفسها، البنت بتنتحر عشان المغني اللي بتحبه مات. الوقت الشباب بيموتوا ليه؟ الشاب الراجل اللي مات في مدرج الكورة لما اللعيب بتاع الاهلي جاب كورة في العارضة من الجعزة بتاعته جاله سكتة قلبية مات. ده لما يقابل ربنا يوم القيامة وربنا يقول له مت ليه؟ هيقول له مت ليه؟ دوق طعم الامل، دوق طعم انك تبقى مش خايف من الموت، دوق طعم انك تبقى مش خايف من الاخرة. لان باذن الله طبعا كلنا بنخاف، بس اقصد خوف المؤمنين مش خوف زي الشاب اللي وقع في الزنا مرعوب، مرعوب احسن يتجوز واحدة ربنا ينتقم منه فيها، مرعوب احسن يوم القيامة ابوها ولا جوزها يجي يجرده من حسناته كلها، مرعوب اول ما يطلع له اي ورم في جسمه احسن يكون سرطان ربنا ينتقم منه فيها، مرعوب احسن وعارف ان الزنا هيفتقر في الدنيا بشروا الزاني بالفقر ولو بعد حين، مرعوب احسن عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال ان الزاني بيفضل القبر بتاعه اليوم القيامة فرن مولع عليه هو والزانية اللي زنى معاها لو ما تابوش الى الله، مرعوب احسن مرعوب من كل حاجة. دوق طعم الامان، دوق طعم انك مطمن، دوق طعم انك ما انتش خايف، دوق طعم ان انت مع ربنا سبحانه وتعالى، دوق طعم الفرج. يعني ايه طعم الفرج يا جماعة؟ يعني ايه طعم الفرج؟ عارفين عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف ده صحابي يهم الشباب المصري قوي، كل شباب مصر محتاجين يسمعوا قصة عبد الرحمن بن عوف. عارفين ليه؟ لان 95% من شباب مصر ابوه لا ساب له شقة تمليك ولا ساب له ربع مليون جنيه في البنك يتجوز بيهم ويبدأ بيهم مشروع، ولا عنده وظيفة الحكومة مأمنها له وهيخرج من التعليم بتاعه يبدأ حياته من الصفر. عبد الرحمن بن عوف هاجر، المشركين خدوا فلوسه كلها، راح المدينة بدأ من الصفر. يا ترى لما بدأ من الصفر بس هو مع ربنا؟ يا ترى لو انت بدأت من الصفر بس وانت مع ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى ربنا يعمل لك ايه؟ عبد الرحمن بن عوف بيقول لما بدأ يتاجر، ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. ياه، بيقول لك وانا ماشي في الشارع من اللي ربنا ورهولي اتهيالي ان انا لو شلت حتة طوبة هلاقي تحتها حتة ذهب من كتر ما ربنا فتح عليا في الرزق. احد اخواني قاعد معانا دلوقتي اتخرج معهوش فلوس، كان لسه ما اتخرجش وكان صعود كتير قبل ما التزم، اتقدم يعني البنت اللي نفسه ان هو يتجوزها، رايح يترفض، فبيقول لحماه انا معيش فلوس، قال له يا ابني المهم دينك. ديني؟ هو في لسه ناس كده؟ انا ما عنديش شقة. قال له يا ابني طول ما انت مع ربنا ربنا مش هيسيبك. انا ما عنديش وظيفة. يا ابني ربنا مش هيتخلى عنك. بيقول ايه ده؟ هو اللي مع ربنا ربنا بيسهلها له قوي كده؟ هو اللي مع ربنا ربنا بيسرها له قوي كده؟ دوق يا ابني، امشي في طريق ربنا واعبده، امشي في طريق ربنا واعمل الصالحات، مش بس تسيب المعاصي. ممكن يكون نص الناس اللي التزمت مش هيشوف الكلام ده غير لما يعمل الصالحات، غير لما يجتهد في عبادة ربنا، غير لما يقرب من ربنا. دوق يا ابني، دوق طعم السعادة، دوق طعم الامل، دوق طعم المتعة، دوق طعم العيشة، دوق طعم الفرحة اللي بحق وحقيقي. انا مش عارف اقول ايه واسيب ايه. لسه معانا دوق طعم الحب، كانت مهمة قوي دي. دوق طعم راحة القلب، دوق طعم راحة البال، دوق طعم راحة الضمير، دوق طعم الامان، دوق طعم الانتصار. بس مش هينفع ان احنا نتكلم في كل ده، عشان كده الحاجة اللي هتكلم فيها بعد الاذان دوق طعم
السعادة الحقيقية. دوق طعم اعظم فرحة في حياتك، هنتكلم عنها الدقايق اللي بعد الاذان ان شاء الله. انما ان شاء الله انت بتصور التورتاية، ما ينفعش ما تفضحناش يا ابني. فكرني في يوم كنت في ندوة في اسكندرية، فعزموني بعد الندوة في قرية مشويات، فجابوا لنا حاجات غريبة عمري ما شفتها بصراحة. انا فمعايا اخ من قرية جنبنا كده ربنا يحفظه، فالواد بوهر يعني، مش واد ولا حاجة، ده راجل غني وتاجر بس بوهر بمنظر المشويات. فقام طلع الموبايل يصور يصور الاكل، فسبحان الله يعني كسفنا قدام الاسكندرانية. يا مفيش حاجة تسندوها بيها عشان اكلها؟ ما هو انا هجيب اخ الوقت تسندها. هي طعمها ايه؟ لا شكرا. اتفضل يا شيخ. ايه رايك، حاسس بالسعادة؟ انا حاسس بالسعادة والله يا جماعة، والله صراحة التفاح والخوخ وال السؤال الأول والشوكولاتة والكريمة ومحطوط في النص كلمة دوق طعم السعادة كمان، يعني ده الرجالة مروقين عليها يعني ما شاء الله. لا اقعدوا يا اخواني لان الدرس لسه مخلصش على فكره، انتوا كده الدرس باظ. طب خلاص يعني نسيبها بقى لان لسه مش هوزع. لا خلاص لا سيبها بقى، لسه خمس دقايق. لا خلاص بص يا دكتور ابراهيم سيبها وانا عايزين ايه؟ يا اخواني ما هو لما اللي بيتكلم عن ربنا يرم عظمه الكلام يطلع من القلب، انما لما يكون واحد مش قادر يتكلم يعني فانتوا المفروض تفرحوا لي، المفروض تبصوا لي وتفرحوا. يلا يا عم انا شاكر حاجه يا عم، خلاص نفسي اتصدق. جزاك الله خيرا يا اخو. نوقف ايه؟ لا النت، هو النت معهمش يعني لا بتفور ولا حاجه، ربنا يحفظهم شباب النت دول مكافح والله، معهمش لا تورتايه ولا بتفور. بصوا يا جماعه هنأجل التورتايه دلوقتي، انا دلوقتي ان شاء الله هسألكم اسئله واللي هيجاوب هياخد حته تورته يا اما هياخد كتاب. تورته ولا كتاب؟ تورته ولا كتاب؟ اللي عايز تورته ارفع ايده. يا عاد يا ماشي خلاص ماشي، صدقتكم انا كده دلوقتي. دلوقتي يا اخواني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا الدنيا باظت يعني، انا مش هقدر ارجع تاني. مش هقدر ارجع تاني لطعم السعاده ولا لطعم الفرحه ولا لطعم. انا شايف ان احنا دلوقتي باذن الله نكف على كده، ايه رايكم باذن الله عشان نلحق نقول التوصيات باختصار؟ خلاص ماشي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله يعني يعني هم اسابيع قليله وهنبدا مع بعض ان شاء الله باذن الله حمله شبابيه تانية، بس نفضل قافله مع بعض كده ان شاء الله باذن الله عشان ان شاء الله الحمله الجايه بقى دوق طعم السعاده 2. بص يعني باذن الله سبحانه وتعالى ايه ربنا يفتح علينا، وما تبقاش تورته بقى، تبقى خروف مشوي ولا حاجه. دلوقتي يا اخواني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عشان نلحق التوصيات ونلحق برضو نوزع التورته طبقا للاسئله. الحاجه الاولانيه، الجمعه الجايه الدرس الجمعه الجايه هيبقى عن ايه؟ حد يعرف يقول لي؟ لا ده مش تورته، ده انا بسالكم. لا التورته لسه مش هيبقى. الدرس الجمعه الجايه هيبقى عن ايه؟ ركزوا معايا لان الكلام ده من اخطر ما يكون. درس الجمعه الجايه عن ايه؟ عن عشر ذي الحجه باذن الله سبحانه وتعالى. عشر ذي الحجه ليه؟ افضل ايام الدنيا عند الله. عارفين عشر ذي الحجه هتبدا امتى ان شاء الله؟ عارفين الخميس الجاي، الخميس اللي بعده، يعني الجمعه الجايه اخر جمعه قبل عشر ذي الحجه باذن الله. يعني المفروض خطب الجمعه في مصر الجمعه الجايه تبقى كلها عن عشر ذي الحجه باذن الله سبحانه وتعالى. عشر ذي الحجه، عشان كده يا جماعه لان دي افضل ايام الدنيا، افضل من رمضان يا جماعه، افضل من رمضان، لان عشر ذي الحجه في هذه الخطوره. الدرس الجمعه الجايه هيبقى عنها، ودي فرصه لكل واحد دخل معانا جديد النهارده او كل واحده اول مره تيجي النهارده، ان انت داخل على اعظم موسم عباده في السنه كلها، اعظم من رمضان يلي ضاع عليك رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر، افضل ايام الدنيا يعني ما فيش زيها، يعني افضل من رمضان وافضل من العشر الاواخر وافضل من يوم عاشوراء، وافضل ايام الدنيا ايام العشر.
ايام العشر لسه عليها ايام يا جماعة. عشان كده احنا مش بس باذن الله هنعمل، انا عايز اقف وانا بتكلم، ها احنا مش بس باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل الدرس الجاي عن العشر، وكل واحد منكم يجيب معاه ايه؟ عشر. كل واحد يجيب معاه ايه؟ عشر. هنتكلم عن العشر وكل واحد يجيب معاه عشر. يا جماعة الموضوع خطير يا اخوانا، ده اكبر موسم عبادة في السنة، اللي بسببك هتقرا صفحة قرآن في ميزانك ممكن تعدل ختمة او تزيد عن ثواب ختمة في سبيل الله. اخوانا ورد من الاثار ان الحسنة ب700، يعني صفحة القرآن بختمة قرآن، يعني الموضوع مش بسيط في عشر ذي الحجة باذن الله. طيب موضوع العشر خطير، فقبل ما ندخل العشر لازم نعمل يوم ايماني معسكر استعداد للعشر، هنعمله الخميس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. الخميس الجاي من العصر لحد ضحى الجمعة، يعني هنقضي مع بعض حوالي 3/4 يوم، هيبقى معسكر سريع استعدادا لعشر ذي الحجة. يبقى الخميس الجاي ان شاء الله في مسجد نور الدين باذن الله هنعمل معسكر الاستعداد للعشر، معسكر قبل العشر بعشر باذن الله سبحانه وتعالى. المعسكر ده الاشتراك فيه ازاي؟ لان طبعا هيبقى فيه وجبة مثلا عشاء او غدا وكمان عشاء وكمان فطار تاني يوم، يعني يبقى في حوالي 3 وجبات، يبقى لازم اكون عارف كم واحد جاي باذن الله، ونبقى عارفين بالظبط كم واحد جاي ان شاء الله من خلال الورش الرجالية باذن الله سبحانه وتعالى. من خلال الورش هيحصل ايه بقى باذن الله؟ هيسجل الاسماء، يبقى المسؤولين عن ادارة هذا المعسكر، معسكر الاستعداد لعشر ذي الحجة، هيلفوا على الورش باذن الله اللي هتتعمل بعد الدرس، وهياخدوا الاسماء باذن الله سبحانه وتعالى. اخواننا على النت، يا ريت اخواننا على النت لو حد عايز يسجل من على النت برضو، اخواننا ياخدوا اسماء اللي عايزين يجوا معانا وموجودين معانا باذن الله. مسجد نور الدين اللي اعتكفنا فيه في رمضان، مش عارف مسجد نور الدين فين يا جماعة، اللي عند المطافي ده اهو، عند مسجد عوض الله يعني ناحية المجزر كده، ناحية ورا الامن المركزي على طول، عشان ما يبقاش فيه مشاكل يعني، عشان يبقى الموضوع سهل وفي متناول الجميع ان شاء الله. ايه عند الامن روح الامن المركزي واسأل. فانت مسجد نور الدين انا والله ما اعرفش يا جماعة وصفه، انما هو ان شاء الله اللي هيشترك هيبقى سهل ان هو يجي باذن الله سبحانه وتعالى. اخواتنا عايزين يجوا ويحضروا معنا الدروس يجوا، انما ما نقدرش نوعدهم بالاشتراك في اداريات الاكل مثلا الوقتي، لان برضو ما نضمنش ان الموضوع يبقى كبير يعني، فلو يعني ايه، انما عايزين يجوا برضو ينورونا، ولكن اللي هنبقى ملزمين بحمله اداريا اللي مسجل اسمه معنا، اللي احنا عارفين ان هو ايه، ان هو يجي ان شاء الله باذن الله من خلال الورش. يبقى دي عشر ذي الحجة معسكر الاستعداد للعشر، الخميس الجاي العصر، من الخميس العصر لحد ضحى يوم الجمعة باذن الله سبحانه وتعالى. ودرس الجمعة الجاية هيبقى درس عشر ذي الحجة، هيبقى ان شاء الله درس تسونامي العشر، تسونامي العشر، ازاي ان عشر ذي الحجة تبقى زلزال يغير حياتنا ان شاء الله باذن الله. هنحاول ان احنا نشوف مسجد، يا اما مسجد الجمعية هنا، يا اما مسجد نور الدين، نقعد فيه العشر، مش نقعد فيه اعتكاف، انما نبقى موجودين طول النهار في المسجد، يعني نحاول نفطر مع بعض ونقعد مع بعض، يبقى فيه سلسلة يومية باذن الله سبحانه وتعالى. الوقت يا جماعة انا عايز اسأل الرجالة اللي معانا، عايز اسأل الشباب اللي معانا، انتوا دلوقتي عايزين تبقوا سمعتوا كلمتين وخلاص وذوق طعم السعادة؟ هو فين الشيخ محمود اسماعيل؟ الشيخ محمود فين؟ انت هتبقى موجود فين بعد الدرس؟ انت عندك ورشة هنا؟ هتبقى موجود في الورشة؟ يبقى اللي من بره الورش يا جماعة يسجل مع الشيخ محمود اسماعيل، قوم كده وريهم نفسك الراجل الطيب ده، خلاص اللي من بره الورش هتلاقوا قاعد هنا في اي حتة كده، ايه استلقطوه في اي حتة كده وايه، وسجلوا اسماءكم معاه. خلاص يا رجالة، خلاص شيخ محمود جزاك الله خير. فان شاء الله باذن الله الوقت احنا عايزين يا جماعة نبقى سمعنا كلمتين وخلاص وذوق طعم السعادة وذوق طعم المتعة وذوق طعم الفرفشة، ولا عايزين يا جماعة بجد نقرب من ربنا؟ اللي عايز يقرب من ربنا يرفع ايده، اللي عايز ربنا يتوب عليه يرفع ايده، طب نزلوا ايديكم. اللي صلى الفجر في جماعة طول الشهر اللي فات يرفع ايده،
كلكم عايزين تقرؤوا من ربنا، طب نزل ايدك. اللي مستعد يطلع معايا دلوقتي على فلسطين نجاهد في سبيل الله يرفع ايده. يا انطاج انت وهو، طب نزل ايدك. انا عارف، انا يا جماعة مش عايزين نضيع وقتنا، مش عايزين نضيع عمرنا يا جماعة. الشيطان ضحك علينا اما شامع ضحك علينا. انتوا عارفين الراجل اللي كان في المنوفية سواق التاكسي، عارفينه اللي هو سايق التاكسي وماشي، فلا راجل لابس جلابية بيضة وشال ابيض ووشه منور كده ومعاه المصحف، فبيقول له توصل لي يا ابن الحتة الفلانية، قال له ماشي، فركب معاه فشوية وقام واحد مشاور له، فقام واقف فقال له كذا يا اسطى، قال له ماشي، فقام راكب قدام، فسواء قال له ايه يا عم في واحد راكب قدام، قام الراجل بصه كده قال له يا عم انت مجنون ولا ايه، مين اللي راكب قدام، ما فيش حد راكب جنبك، وقام رازع الباب وماشي. فقام الراجل ماشي، قال وفي ايه، فقام الراجل ماشي فلقى واحد تاني بيشاور له، وقف فقال له يا اسطى كذا، قال له ماشي، فجاي يركب قدام، فالاسطى بيقول له يا عم انت مش شايف اللي راكب قدام، فالراجل بص قال له يا عم انت يا عم بطلوا الهباب اللي بتشربوه ده بقى، يا عم راكب قدام ايه، ما فيش حد راكب قدام، انت ماشي مسطول يا اسطى ولا ايه، وقام رازع الباب وماشي. فالراجل ماشي بدا يبص للي جنبه خايف، قال له هو انت محدش شايفك ولا ايه، قال له انت عارف انا مين، على فكره القصه دي حقيقيه، قال له انت عارف انا مين، قال له انت مين، قال له انا ملك الموت، وانت ربنا اداك فرصه ما اداهاش لحد تاني، قبل ما اقبض روحك اول مسجد جاي انزل صلي ركعتين هتخرج اقبض روحك على طول. الراجل ركن العربية ونزل يصلي ركعتين، خرج من المسجد لا لقى ملك الموت ولا لقى العربية. ما تضحكش عليه لان احنا بنضحك على نفسنا. اللي اشتغل الراجل ده همت الشيطان عمل معانا اكتر 100 مرة. الشيطان بيضيع لك عمرك وانت مش حاسس. انت عارف انا بقولك الكلام ده ليه؟ انا بقولك الكلام ده عشان الموضوع ما يبقاش درس ساعة وباي باي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد الدرس هيتعمل ورش رجالية فوق وورش نسائية تحت وورش على النت للشباب والبنات بتوع النت، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. الورش دي يا جماعة اخطر حاجة ممكن تقربنا من ربنا. دلوقتي الدرس ده مجرد راس حربة، يعني ايه حاجة كده بتزق اجزاء القدام، انما الورش دي هتلاقي فيها صحبة. هتلاقي النهاردة اخ من اخواني جه قال لي حفلة تخريج حفظة القرآن الكريم تعالى، رحت الحفلة لقيت الاخ فلان، قال له مين اللي جابه ده، ايه اللي جابه هنا، انت يا ابني ايه اللي جابك هنا، قال لي فلان، وحكي لقيت فلان، يا ابني انت ايه اللي جابك هنا، فلان، حكي لقيت فلان. ناس انا مش متخيل انهم يعرفوا بعض ولا يتعاونوا مع بعض في تحفيظ القرآن. قلت يا نهار ابيض، هي بيئة الايمان خطيرة للدرجة دي، كله بيعرف بعض وكله بيلطم مع بعض وكله بيتعاون مع بعض وانت مش حاسس. الورش دي يا جماعة عارفين يا شباب ويا بنات عاملة زي ايه، سواء في المسجد معانا او على النت دلوقتي، عاملة زي ما اجيب حلة مية بتغلي احط فيها حتة لحمة وشوية واشيل حتة اللحمة وشوية واحطها تاني وشوية واشيل، عمرها ما تستوي، لازم تفضل محطوطة جوا بيت السوي. انت لو ما فضلتش جوا بيت الايمان مش هتلتزم، مش هتتوب يا ابني. دي تجارب سنين طويلة، لازم يبقى معاك صحبة. الموضوع مش درس وسلام عليكم، الموضوع ان الورش دي هتقعدوا مع بعض، هتصحوا بعض الفجر، هنتقابل مع بعض ان شاء الله في نص الاسبوع من خلال الورش، هنحاول نعمل حاجة جميلة كده مع بعض، يعني ممكن نحاول نعمل اي حاجة بقى، يعني اي حاجة ظريفة كده تكون حاجة ايه من الحاجات اللي بتطلع دخان وريحتها حلوة ديت، اي حاجة كده نحاول نعملها مع بعض. يبقى هنتقابل يوم الخميس من خلال الورش، هنتقابل في المعسكر بتاع الاستعداد للعشر. يوم الجمعة الجاية هتلاقي اخوانك في الورشة بيتصلوا بيك وتيجوا مع بعض، هتلاقي في قيام الليل بترنوا البعض، هتنزلوا في وسط الاسبوع جولة مع بعض او تروحوا تصوموا وتفطروا مع بعض، هتلاقي حياة يا ابني. يا جماعة حاولوا يعالجوا مدمن المخدرات بكل طريق، فشلوا، قالوا نسحب السم من جسمهم، فشلوا، قالوا نحقن لهم مواد تضرب المخدرات في الدم، فشلوا، قالوا نسحب المخدرات واحدة واحدة، فشلوا. الطريقة الوحيدة اللي نجحت عارفين هي ايه؟ لما جابوا مكان كبير فيلا بجنينة وقعدوا المدمنين مع المعالجين 24 ساعة لمدة شهرين ثلاثة، انجح طريقة في العالم لعلاج الادمان. ليه؟ عملوا لهم بيئة علاج، هي دي الورش.
بيئة ايمان. الاسبوع اللي فات ده اتقابلت مع كل الورش بفضل الله سبحانه وتعالى، قعدت مع الورش كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، قعدنا مع بعض لقاءات في غاية الجمال. انا حاسس ان نص اللي قعدت معهم هيبقوا اصدقائي باذن الله سبحانه وتعالى، حاسس انهم رجالة، حاسس فعلا ان مشروع الورش ده بيخرج رجالة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده مين اللي هيقعد في الورش بعد الدرس يرفع ايده؟ لا مش كفاية، لا كده قد ايه كده مثلا نص الناس او اكتر؟ لا ما ينفعش. بص يا جماعة انا هغمض عيني وافتحها، اللي هيقعد في الورش تعب. مين اللي هيقعد في الورش بعد الدرس يرفع ايده؟ انا هغمض عيني اهو. ايوه حبيب، ايوه اتفضل. واحدة بيضة وواحدة بنية، حضرتك عايزين الارقام. عربيتين كيا صف تاني. شيخ مهاب بقى يشوف موضوع كيا بني وكيا بيضة، يشوف العربيتين صف تاني. مين ياخد ده ايه ويقعد في الورشة النهاردة بس يبقى اول مرة يقعد؟ لا يبقى اول مرة، اول مرة اخد الشاب، الشاب الكول ده. على فكرة بقى التورتة هتتوزع على الورش بقى. مين ياخد؟ خالد تحفيظ فين؟ فين مسؤول التحفيظ؟ قوم اقف. خلودة مسؤول التحفيظ، هنديله هدية حتة تورتاية جزاء له على قيامه ما شاء الله بسكرتارية التحفيظ، قيام شديد جدا. مين يا جماعة ياخد حتة تورتة ويسجل اسمه مع خالد بعد الدرس في التحفيظ بتاعنا محطات السبعة؟ تاخد حتة تورتة؟ خد. ربنا حبيبي يحفظك، خد يا بطل. خلاص يا اخواني في الله، ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى بقت تورتاية هتتوزع على الورش الرجالية باذن الله. تورتاية كبيرة يا جماعة ما تخافوش، يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله تكفي الورش يعني باذن الله. وانا هلف بنفسي بعد صلاة العشاء عشان اقعد الناس، طبعا نقفل، اقفلوا الباب اللي ورا ده يا جماعة عشان ما حدش يروح، عشان اقعد الناس غصب عنهم في الورش ان شاء الله. هلف عليكم بعد العشاء عشان ما يبقاش درس. وسلام عليكم وعليكم السلام. ان شاء الله النساء يعملوا نفس الموضوع وعلى النت يعملوا نفس الموضوع، النساء ينزلون بتفور بقى باذن الله. خلاص عرفتوا التوصيات بتاعتنا. يوم الجمعة الجاية الدرس عن ايه؟ 10 ذي الحجة. مين هيجيب 3 معاه وهو جاي؟ جميل ما شاء الله. طيب يوم الخميس الجاي العصر في ايه؟ معسكر الاستعداد ل10 ذي الحجة باذن الله، التسجيل مع الشيخ محمود اسماعيل او اللفة على الورش باذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة بالنسبة للنساء، للبنات اقعدوا يا جماعة لسه دقيقة. بالنسبة للبنات خط افتحي قلبك لاخوات خير امة ربنا يحفظهم، خط افتحي قلبك. اي بنت معانا او شاب او امرأة عندها مشكلة ومحتاجة تفضفض لحد، يا ريت تسجل الرقم ده 010 92 90 90 28، 010 92 90 90 28. انا هقعدهم في الورش ان شاء الله باذن الله. في كتاب عملناه عن 10 ذي الحجة باذن الله، كتاب عن 10 ذي الحجة بفضل ومنة الله، كتاب بتاع يعني بفضل الله. والكتاب يعني انا لا اتقاضى عليه اي مال بفضل الله سبحانه وتعالى خالص. الكتاب هينزل للتوزيع الخيري، اللي عايز كميات من الكتاب سواء على النت او في المحافظات او من النساء او من الشباب، اللي عايز كميات للتوزيع الخيري من الكتاب هيلاقي على صفحة الفيسبوك بتاعتي ان شاء الله باذن الله، على موقع طريق الله، الاعلان عن الرقم الخيري بتاع طلب الكميات الخيرية. وعموما اللي عايز رقم الوقتي 011 47 47 45 89، 011 47 47 45 89. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.